هل الميت بالحرق يعتبر شهيدا إن كانت أعماله صالحة؟ فقد مات أخي في حادث حريق بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، وهو والحمد لله مستقيم طالب علم ديني داعية إلى الله وإلى دينه. فقد قرأت حديثا ولم يكن فيه ذكر الميت بالحرق، وهو من مات في سبيل الله أو غريقا أو مبطونا أو مصابا بمرض الطاعون أو بالهدم فهو شهيد، أو كما ورد في الحديث. فما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، ورد في أن من مات بأحد هذه الحوادث المداهمة أنه يكون له أجر الشهيد. نعم، وأخوك يرجع له هذا إن شاء الله، لأنه مات بحادث مداهم وبحادث يشبه الغرق والهدم، فيرجع له الشهادة إن شاء الله تعالى. ولكن لا نجزم لأحد بالشهادة إلا بدليل، ولكننا نرجو للمؤمن إذا أصابه شيء من هذه الحوادث أن يكون له أجر الشهيد إن شاء الله. نعم، لفظ الحديث صحيح كما وردته السائلة؟ ورد بمعناه، نعم ورد بمعناه، هو صحيح، نعم صحيح بمعناه. نعم.